أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نضوي فيها اليوم على ملف البلديات المنحلة. يعني اليوم إذا 80% من البلديات السلطة المحلية اللي هي بتقوم مقام الدولة ببلدتها بقريتها باتحاد البلديات منحلة وتركين الأمر للقائمة قامين والمحافظين اللي عندهم طبعا صلاحيات محدودة بسير الأمور العاجلة، شو وضع البلد؟ البلدية وسلطة البلدية هي كتير مهمة لنهضة البلد اقتصاديا، عمرانيا، سكانيا، حتى بموضوع التنمية والإنماء، وخصوصا هلأ بالطوفان وإصلاح الطرقات، إنشاء يعني تحديث الطرقات، الشرطة البلدية أمنيا. وين نحن؟ مين المستفيد من عدم إجراء الانتخابات للبلديات؟ يعني وين القطبة المخفية؟ هل عن جد عم بيساهموا اليوم بالقضاء على البلد كليا؟ لما بدك تقضي على بلد قضي على بلديته، هي من الآخر. خلينا نحكي عن هالموضوع بملف اليوم مع وزير الداخلية السابق زياد بارود، مع كمان خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة الدكتورة جوزيفين زغيب، ومع معنيين من البلديات. إنما الملف البداية واللي متابعينه اليوم عن إقفال اليوم العقارات بدوائر العقارية بجبل لبنان. طلعوا قرار إنه فتحت أو ما فتحت، وليش فقط بجبل لبنان؟ ماذا عن بقية الدوائر العقارية بالجنوب والشمال والبقاع؟ بس طلع الفساد بس بجبل لبنان. طيب ماذا عن الموظفين الملاحقين وغير الملاحقين؟ وبمين لو فتحت؟ لهلا عم ينقلنا معلومات وصلت انه ما فتحت، بمين رح تسير الدوائر العقارية المعاملات؟ خلينا نضوي على هالموضوع اللي فتحناه طبعا معه ضيفنا اليوم المهندس شرب أبو جودي. أهلا وسهلا فيك. مرسي على الاستضافة، يعطيك العافية. طلعت الصرخة عن تسكير الدوائر العقارية بجبل لبنان، امبارح كان في وقفة، العدد يعني اليوم من المعنيين عم بيطالبوا انه تفتح الدوائر. نحن عرفنا وطلع الوزير وزير المالية والمعنيين طلعوا انه فتحت الدوائر تويت. العقارية نعم، نحن شفناها تويت. نحن بهمنا شو يفتح. يعني تويت؟ يعني ما فهمت انه شو يعني تويت، يعني الكلام ما عليه جمرك؟ نحن شو عم نعمل؟ نحن بهمنا تفتح العقارية. نعم. بس بأي أدوات بده يفتح؟ إذا عامل مجزرة بالموظفين. ما مخلي لا آدمي ولا أزعر، جملهم مع بعضهم كلهم سوا. نعم. ففي شغلة كتير مهمة. تما نحكي على المؤامرة، وأنتوا عارفين إنه هيدي مؤامرة ضخمة على لبنان. بس يعني بلشت بجبل لبنان؟ أنا عم بحكيكي على مؤامرة تدمير الاقتصاد اللبناني. نعم. بتبلش من وين ما كان. كيف ما تبرمي بتلاقي في مؤامرة على تدمير اقتصاد لبنان؟ بتبلشي من تدمير أجمل موقع سياحي هي سوليدير. ليش دمرناها؟ ليش دمرنا قطاع مصرفي بالشرق الأوسط؟ ليش عم ندمر مركز رئاسي؟ ليش دمرنا القضاء؟ ليش دمرنا المدارس بهودة السبع درجات؟ شو هالخطة الجهنمية لتدمير الاقتصاد اللبناني؟ لقيوا حجة وفتحوا، تبهي، فتحوا حرب على الموظفين. هيدي حرب انا بسميها. طب معليش يعني خلينا اتهمون. رح لك شغله، في رشاوى راسي، بس اتهمون اول شيء بدعم الارهاب، بفساد، وبالرشوه. بالاخر بس لقطوهم وحطوهم اكياس بروسهم، رجعوا شالوا دعم الارهاب. يعني طريقه اول شيء غلط، بعدين في عندك موظفين اوادم، عندك موظفين زعران. بس خلينا نحكي القضاء. أنا مع كل واحد فاسد بالحبس. على الحبس. نعم. بس كل واحد طلع آدم بده يعتذروا منه. بس ما خلينا نعطي القضاء لما تحرك بالنافعة، ما كان حدا عم بيرد، وطلعت النافعة مغارة علي بابا. القضاء تحرك كمان بموضوع الدوائر العقارية، ونحن بنعرف ما في معاملة لما بيقبض عليها. يعني اليوم نحن ما بدنا ندافع عن الموظفين غير نزهاء. هلأ في موظفين فاسدين وفي موظفين منهم فاسدين، ما فينا نعمل، بس في موظفين وهن العدد الأكبر من الفاسدين. نحن مع قضاء على الفساد بكل لبنان. طيب عندك هالدائرة كيف تمشي هلأ بلا موظفين اختصاصيين؟ هلأني بده يفتح بأي حساس بده يفتح؟ يعني نحن بهمنا يفتح الوزير،
بس كيف بأي آلية؟ بس هي مرأة يعني جملة قلت تويت كأنه يعني رفع عتب أنه أنا قلت يفتحوا يعمل قرار ويفتح، ما بقى لهود تويت ما إلا عايزي معنا، نحن بدنا قرارات ويفتحوا ما بدنا. بس هني قالوا أنه بالتويت قال أنه ستفتح دوائر ما يفتحي ما فتحت فتحوها. نحن شو لشو قاعدين هون؟ مش تيفتحوها؟ نعم. نحن شو همنا؟ ننقذ اقتصاد لبنان؟ ننقذ يعني بدكم مصاري للدولة اللبنانية؟ افتحوا العقارية. طب ليش كل الدوائر العقارية تشتغل وتعمل باستثناء دوائر العقارية بجبل لبنان؟ أول شيء أنا مثل ما شايفة هيدي أقوى اقتصاد، أقوى اقتصاد بلبنان هو جبل لبنان. نعم. مثل ما عم يدمروا كل القطاعات القوية، عم يدمروا قطاع البناء يلي هو قطاع يلي فوت لك مليار و800 مليون دولار على الدولة اللبنانية. ليش عم يقضوا على الدولة؟ تبكر يقولوا للجيش اللبناني ما معنا مصاري ندفع لك في لعبيتك، تنقول القوى الأمنية فلوا عبيوتكم ما معنا مصاري. هيدي بالآخر الهدف. ليش عم يقضوا على رئيس الجمهورية؟ ليش عم يقضوا على مجلس الوزراء؟ في مؤامرة يا جماعة، نحن نايمين وهن زيتهم. لمين عم تتوجه بكلامك؟ لكل المسؤولين، هن مسؤولين على المؤامرة. بس ما لا طلعت أصوات النواب، ويعني ما شفنا إلا تويت وتصاريح اليوم وبيانات ومقابلات معهم يدعو، عم بيدعو إلى فتح دوائر العقارية بجبل لبنان. لازم يفتحها بإيدي أنا، أنا النايب، أنا مسؤول. مين لازم يفتح دوائر العقارية؟ هن ينزلوا تحت ويفتحوها، يطلعوا مجلس النواب ينتخبوا رئيس، يعملوا شغلهم. نحن بلد عم ينهار، لازم نشتغل 24/24 لإنقاذه. نايمين كلهم، حتى الشعب ما فينا نعمل، حتى الشعب نايم. الناس عم تنزل لحتى ينتخبوا رئيس، بس حتى الشعب عم بيعطلوا الجلسات. نعم، الشعب استسلم، وهيدي أكبر خطورة لإنهيار الوطن. نحن إذا الشعب استسلم هون المصيبة. نحن ما بدنا نستسلم، بدنا نضلنا نحاول ننقذ بلدنا، اقتصاده نحن بدنا نقيمه. طيب شرب الأبو جودي، شو هي القطاعات اللي تأثرت سلبا نتيجة إقفال الدوائر العقارية؟ أول شيء الرخص البناء. رخص البناء عندك لا يقل عن 5000 رخصة من الشوف لجبال. هاي 5000 رخصة، وأنا منهم عندي 10 رخص، وأنا عندي رخص كل رخصة مثلا 30000 متر، بتشغل كيف ما كان 2000 عائلة. طيب هودي إذا 50000 رخصة 5000 رخصة، 50000 عائلة هو بيشتغلوا، هلأ ما عم يشتغلوا. هيدا سبب هجرة المنطقة بجبل لبنان، أنه ما في شغل. ليش ما في شغل؟ لأنه مسكرينهم العقارية. طيب القطاع البناء، قطاع الديكور، قطاع الصحية والكهرباء والميكانيك، العقارات، بيع الشقق، كل شيء خاصه، الجنينات، كله مرتبط بالبناء. 90 قطاع قضوا عليه قضي بإفادة عقارية مش عم يعطوها. طيب فيكم طلعوها أونلاين يا خي، فيكم تحطوا 5-6 هلأ يمشوا الأونلاين، يمشوا شغل الدولة. بس ما في نية تمشية الدولة، والبرهان انه ما في نيه يبنوا دوله. هاي الموازنه اللي حاطينا بتدمير الاقتصاد اللي بعده باقي. نعم. ما امنوا حلول جديده مثل فتح محطات التكرير تبع البترول بطرابلس، مثل شوفوا المي اللي عم تطلع بالبحر عم يكبوها يروحوا يبيعوها، يلاقوا فورمولات جديده يحلوا العقارات بالبقاع العاصي العاصي والمنطقه. نحن عم نتوجه الى وزير المال والى دائره المدير الشؤون العقارية. ليش عم يدمروا لبنان؟ شو الهدف من تدمير لبنان؟ 24/24 لازم تسهروا كلكم سوا، النواب ومجلس وزراء وكلهم سوا، تلاقوا حل. طيب ليش عم بيتلاحقوا فقط موظفي دوائر العقارية بجبل لبنان بدون غيرهم؟ يعني هن يعني الفاسدين وبجنوب وبشمال وبالبقاع، يعني هن منزهين؟ كبش محرقة. عنا اقتصاد قوي بجبل لبنان عم يدمروه. هيدا تدمير قطاع جبل لبنان، طلع كبش المحرقة بالموظفين ولقيون حجة للموظفين. نعم. هودي معترين. هلا أني أكيد في كم واحد فاسد، أكيد هاو بدون ينحطوا بالحبوسة، والأوادم ما لازم يتعطوا معه. طيب في 124 موظف في جبل لبنان، 15 منهم صدرت بحقهم مذكرة توقيف غيابية وما بيحقلهم العودة، لازم يسلموا أنفسهم للقضاء. طب كيف بدها تمشي الدوائر العقارية اليوم بدون ما يعملوا؟ في موظفين هن أول شيء منهم هربانين، ومنهم موقوفين، ومنهم ببيوتهم. هي الطريقة، يعني العدد اللي موجود ببيوت بيقدر يمشي دوائر العقارية بجبل لبنان. اللي صارت التعاطي بالموظفين، ما في عندك هيرارشي، عندك تفتيش المركزي، عندك كذا، بيفوتوا واحد فاسد بياخدوه بيردوا غيره. نعم. مش بيفضوا الدوائر كلها سوا برجع بقولك شو بعمل، ما في منطق كمان. وهيدا ببرهن أنه هيدي أنا بدي أرجع أقولها، ويمكن كلهم ما حدا عم يقولها، هيدي مؤامرة على جبل لبنان، مش على جبل لبنان، على لبنان.
ما خلوا قطاع ماشي بالبلد. ولك حدا بيصدق انه اخذوا لنا مصرياتنا بالبنوك وبعدنا مش عم نصدق انه مؤامره؟ طب في اليوم شوي. في اليوم 70,000 معامله الان بالدوائر العقاريه من نسيان المعاملات اللي بتقدم فور عوده العمل يعني الى جبل لبنان. يعني اليوم في معاملات ناطره وفي معاملات بالجوارير. طب اليوم شو مصير، شو التداعيات السلبيه اليوم على كل شيء؟ تخيلي سنه سنه بعده ناطرين وتركينا مسكره وما بفرقاني معهم، كيف هالحركة بعد ما لقيوا حل من سنة لهلا؟ طيب مين اللي مسكرة؟ لحظة، عندك المدير الشؤون العقارية يعني موجه له تحية استاذ جورج مراوي، وهو كمان مدير وزارة المال بالإنابة، عندك وزير المالية، عندك النواب، مين المعنيين؟ نحن قاعدين كلهم معنيين، كلهم أشياء القضاء، ما هو القضاء والقضاء معني كمان، والقضاء بس معني. القضاء تحرك من شان الفاسدين، أنا معه القضاء بس لازم يتحرك وين مكان، تحرك القضاء مش بس بس القضاء بجبل لبنان تحرك بغير أقضية ما تحرك، مش بس يمشي على الموظفين، يمشي طلوع يطلعوا اللي يدمر البلد وعم يدمر اقتصاد لبنان. وينمني هالقضاء فايتين على بس موظف وعلى كذا؟ شوف هودي اللي عم يدمروا السياسة العامة لتدمير الاقتصاد اللبناني كله سوا، وينمني القضاء عليهم؟ طيب ماذا عن الرسوم؟ يعني اليوم نحن الرسوم كانت عم تندفع على 1005، ايه هلا شو وضع الرسوم؟ هلا خلينا نحكي بغير مناطق، شو عم بيدفعوا رسوم؟ ارتفعت الدي على 15,000 بعد على 1005 بكل لبنان. اوف يعني هلا مين يلحق حاله؟ هوديك عم بيلحقوا حالهم بكل الاقطار، نحن بجبل لبنان هلا بس يفتحوا بدهم يعلوا الرسوم؟ هلا ان شاء الله يفتحوا، اول شيء ما بدهم يفتحوا، انا بقول لك ما بيفتحوا. ليه؟ بدهم يدمروا لبنان، عم يدمروا لبنان ويطرقونا ويفتحوا بكره من خلال جبل لبنان. أنا عم بتحديهم يفتحوا بكرة وما يقولوا عم يدمروا اقتصاد لبنان. نعم. بس هني عم يدمروا اقتصاد لبنان بهالطريقة. بس عملوا اجتماع بعض النواب عن جبل لبنان وطالبوا بإيجاد حل حتى ما يوقع الغبن على أي مواطن بظل الظروف اللي عم نمر فيها، ولازم احتساب الرسوم المترتبة على المواطنين وتسديدها وفق ما كانت الرسوم بوقتها. يعني ما فين يجي يقولوا لنا إنه علية الرسوم ويدفعوا قبل على الرسوم مرتفعة وبوقت غيرهم كان عم يدفع على 1005. نحن هلا رح يفتحوا، إذا بدهم يفتحوا عنا بدهم يفتحوا على 98,000 مش على 1005. نعم. وهيدي بدها تكبد الشعب الجبل أهالي جبل لبنان كل التكاليف، في شيء مش منطق، لازم يعطونا مهلة سنة على 1005 بجبل لبنان ليكون في عدل. طيب وإلا ما في عدل. حضرتك قلت بدنا ننتقل هلا بس ونكمل إلى ننتقل إلى غرفة الأخبار مع آخر المستجدات الإخبارية بغزة وجنوب لبنان. منتابع نحن وياكم مع المهندس شرب أبو جودة عن الدوائر العقارية. يعني اليوم مش غير المنطقي عم ينقى لحدا من أنه التصريحات السياسية يعني أحيانا من بعض النواب انتقاد مباشر للقضاء ولوزارة المال وغيرها من الوزارات المعنية بتهمة عدم معاملة منطقة جبل لبنان من غيرها من المناطق وإشحاف يلحق بهذه المنطقة وصولا إلى اللي عم نحكي عنه استهداف سياسي لأنه سكرت إقفال الدوائر العقارية وعدم إعادة فرحها بالسرعة المطلوبة. يعني اليوم إذا نحن بدنا نحاسب منقول سكروا غير دوائر، يعني حاسبوا المعنيين والفاسدين بغير دوائر مش بس بجبل لبنان، ما بدنا نقول لا افتحوا جبل لبنان فقط، مش هيك لازم يكون الخطاب؟ نحن منقول في تفتيش مركزي، في نظام، في دولة، مش دولة بوليسية، مش دولة بس موجود بس مغيبينه، هو مغيب حاله كمان. ايه اللي بده يشتغل بيطلع وبيشتغل القضاء. انا من هون ليش عم قلك نحن عم نخطط، نحن عنا جامعه سويسرا الشرق عم نخطط لشيء كتير حلو. في ناس ما بتحب تدفع ضريبه، ليش ما منحول؟ اذا بتعرفوا جبل علي بدبي منطقه كلها خالية من الضريبه وبتطلع 22% من الناتج القومي الاماراتي، ليش ما بنعمل لبنان كله منطقه حره وخلي نفتح الاقتصاد؟ دوله عليها تعمل قضاء، تعمل طرقات وكهرباء ومي. لازم يتحاسبوا الفاسدين، هيدا سؤالي. أكيد. وين ما كانوا؟ يعني بدنا نطالب مش بس واحد فقط واحد، مش كلهم سوا، مش نشيل كلهم صاروا كلهم ما بيسوا دغري الفاسد تسحبي دغري وتحطي غيره، مش تسحبي 200 واحد. مين ما حط غيره؟ في تدريبات معينة في ما تشيل واحد واحد فيك تأمني، بس ما فيك تأمني محل 150 واحد ضربة واحدة، ما في منطق بالشغل كمان، ما فيك تعمل انهيار للدولة وتقولي أنا شو بعمل. هيدي مقصودة، هي مقصودة لضرب الاقتصاد اللبناني
ويبرهنوا العكس عني ويفتحوا العقارية بكرة. بعدين حضرتك قلت بتويت أعلنوا، لا نحن عنا معلوماتنا بتقول مجلس الوزراء قرر يفتح دوائر العقارية بجبل لبنان بناء على مطالعة وزير المالية اللي بدوره ارتكزت على رأي كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. طيب مجلس الوزراء قرر وينه؟ كيف عم ما فتحوا؟ طيب كيف بده يفتحوا؟ كيف بده يفتحوا بأي عناصر وبأي موظفين؟ فتح بس يفتح الباب يعني؟ بدك مين يقوم بالشغل؟ هون المنطق اللي عم بحكي فيه أنا. نعم. بدنا نلاقي حل نعمل تسوية مع هالموظفين، الآدم نرده، المرتكب يفوت على الحبس، يلي بقيوا منكفي ونرجع نفتح ونطور، ما نأخر بقى. بس النواب بيقولوا لنا نحن مش عم نقدر نعمل أكتر من إنه مساءلات الحكومة والإدارة المعنية عن إقفال الدوائر العقارية بجبل لبنان، شو بدهم يعملوا؟ بيفتحوا بإيديهم؟ أكيد بدهم يلاقوا 100 حل، 24 ممنوع يناموا. عم يدمر اقتصاد جبل لبنان، وين نواب جبل لبنان؟ من جبال لشوف وين هن؟ عشو انتخبون الشعب تيدمر اقتصادهم؟ هن في اعلانهم السائل والحكومة بيروحوا بيفتحوا دوائر بإيديهم؟ طيب ما هن يطلعوا يعني الحكومة عندها مسؤوليتها انها تدرب الموظفين بهالوقت الضائع، يعني مش تسكر وما تعمل شيء، تدرب موظفين غير دوائر كمان تحاسب، مش بس توقف عند وهوني. مش بدنا يعني نجي على قضاء جبل لبنان، نجي على بقية الأقضية والقضاء عندها كيف ما تحرك لمحاسبة الفاسدين. أقول لك محميات سياسية مليار مثل العادة، 200 مليون دولار عندك عم نروح علينا بالسنة، يلي هن عم يركضوا يشحطوا الدولار من برا. نعم. قديش بدك؟ مليون دولار موظفين، زيدوا الموظفين، عملوا سبيشال كيس مرحله مرحله، لقيوا حل، قالوا حل الموظفين، اعطوهم حقهم وخليهم يشتغلوا وبينقذوا البلد. ان شاء الله بيكون عندنا حلقه موسعه والاطاله، لانه المناشده اليوم لانها كثير كبيره، في ضرر لاحق بالموظفين، بعض الموظفين، في ضرر لاحق بالمعاملات بالمواطنين، يعني معقوله هالقد معاملات يعني موجوده ومتراكمه بحق المواطنين؟ عم يقضوا على الشعب اللبناني، عم تقضوا على الشعب اللبناني. نحن رح نتابع، انا بدي اشكرك، رح نكتفي بهالقدر اليوم الى ان يكون في متابعه حول دوائر العقاريه بجبل لبنان. المهندس شرب أبو جودي يعطيك ألف عافية. مرسي كتير. مرسي. أهلا وسهلا فيك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، فاصل ونتابع، نفتح ملف البلديات، هونيك القصة الكبيرة مع ضيفتنا خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة الدكتورة جوزيفين زغيب. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، من تابع نحن وياكم نقطع السطر عبر صوت لبنان لنفتح ملف البلديات. السلطة المحلية يمكن نحن ما منعرف قيمتها، لو موجودة بشكل فعلي كان كتير بيتغير، يعني بتتغير البلدة، بتغير وجه البلدة، النظام بيصير كل لبنان كله في نظام. اليوم لمصلحة مين عدم إجراء الانتخابات البلدية، ولمصلحة مين كمان عم تتهاوى البلديات وتنحل؟ هل هي التدخلات السياسية أم شو القصة؟ يعني اليوم عدد كبير، إذا الرقم لا بدنا تصلح لي ضيفتي دكتورة جوزيفين زغيب، 80% من البلديات منحل، مقبول؟ يعني نحن نتهاوى، البلد يتهاوى لأن السلطة المحلية هي تتهاوى. اليوم البلديات عم بتصارع الأزمات أمنيا، خدماتيا، إنمائيا، بكل شيء. اليوم مين المستفيد من هالوضع؟ ما عملوا انتخابات بلدية، ليش؟ ما في تمويل، بس ليش صارت الانتخابات النيابية وليش ما انعملت مع بعضها البعض وتحضرت لوجستيا؟ على كل حال رح نفتح هالمواضيع اليوم مع ضيفتنا خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة الدكتورة جوزيفين زغيب، ورح يكون عندنا مداخلات لعدد من البلديات لنشوف كيف وضعهم خصوصا المنحلة منها، ومع ضيفنا اليوم وزير الداخلية السابق زياد بارود. أهلا وسهلا فيك دكتورة. مرحبا وصباح الخير. يعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية، لألكم بدلكم تضووا على مواضيع مهمة اليوم بالبلد. أي لأنه من أهم المواضيع موضوع البلديات، ونحن بنعرف يعني حضرتك خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة، وصار في تدريبات كتيرة بالبلديات لحتى كيف بده ينعمل بهالبلديات لتصير أفضل، مزبوط، وتتحسن وضعها، والتأثير كتير كبير بالسلطة المحلية على البلد ككل. 100% تأكد يعني أنه البلدية هي سلطة محلية، هي الجمهورية المصغرة بقلب بلداتنا، فإذا كانت تعبانة فكل الناس رح تكون تعبانة والمواطنين بالذات. بس الوضع اليوم تعبانة، عم بتصارع الأزمات كتير. شو وضع اليوم؟
اليوم وضع البلديات يعني الأرقام ما لحفوت كتير بالأرقام، إذا 20% في تفاوت بالأرقام، في تفاوت بس الكل، وبأكد لك إنه 100% كل بلديات لبنان تعبانة، كل بلديات لبنان يعم تفتح يوم واحد يعم تفتح يومين ثلاثة بالجمعة، نص موظفينا عم تعطيهم فرص تما تقدر تدفعلهم، لأن هي بتشبه الدولة، بتشبه موظفين الدولة 100%. فما عم نحكي في بلديات انحلت كليا يعني راحوا على البيت ما عم يفتحوا، القائم مقام أو المحافظة عم تستلم إدارة الخدمات بس الخدمات السريعة يعني لا، وحتى لا يعني عم تاخد 3-4 أشهر تاياخدوا ورقة من رخصة بناء أو رخصة فرز شيء معين بقلب البلدية، عم تاخد معهم أكتر من 3-4 أشهر بس تروح عند القائم مقام. في عنا لهلأ حسب وزارة الداخلية فوق 118 بلدية منحلي كليا، وعنا أكتر من 300-400 بلدية عم تفتح يوم واحد عم تنقي نهار الأربعة، والبلديات الكبيرة اللي بعد عندها شوية مداخيل عم تفتح حوالي 3-4 خميس فقط لغير. ليش وضع مزري دكتورة جوزيفين زغيب؟ يعني في صندوق البلدي المستقل مش عم تاخد منه أموال، في كمان يعني الجباية ما ارتفعت مثل ما لازم لتحسن وضعها، شرطة البلدية كمان مش عم تكون موجودة لأنه هي البنزين مش عم تقدر تأمن، وفي كتير من العناوين اللي عم بتخلي البلديات مكربجة. خلينا نعلن اليوم نحن وياك. رح قلك رح نبلش بالصندوق البلدي المستقل اللي لهلأ بلديات لبنان بسنة 2023 بعد ما قبضته عم بيفكروا يحولوا لهلأ من وزارة المالية تبع 2021 على 1500 ليرة. شو بيعملوا يعني البلدية اللي كانت تقبض حوالي 600 مليون هن 400 ألف دولار بوقتها، يعني رقم كتير مهم. أنا بقى عم بحكي عن بلديتي، هيدا الرقم اللي كنا نقبضه. اليوم 600 مليون عبارة عن 6000 دولار ما بيعبولي مزوت للجرافة تأجروف تلجاتي. نعم. هيدا أول صندوق البلد المستقل اللي بعد سنتين مؤخرين على صرف دولار 1500 ليرة. يعني كانت قبل خلينا نعلن 100 ألف دولار تتقاضى البلدية مش هيك؟ تقريبا حسب تقريبا حسب. يعني هلأ صارت الدية تتقاضى 170 دولار يعني حسب ايه حسب كبر البلديات، البلديات اللي حسب قد ايه يعني الفرق عم نحكي الفرق عم بيكون فرق كتير هامش 60 مرة فرق 60 مرة اللي هو رقم كتير كبير ما بيحمله ولا بلدية بلبنان، حتى لو مداخيلها اليوم 100 مليار ليرة ما بتحملها لأنه الرقم صار كتير كبير. هيدا صندوق البلد المستقل. شو عم نحكي اليوم إذا على الجباية؟ اليوم الجباية كنا على كل منزل البلدية تاخد حوالي 50 ألف 150 ألف حسب المناطق تبعها. اليوم 150 ألف ليرة عبارة عن دولار ونص، إذا البلدية زادت أكيد زادت بطريقة كمان بدنا نرجع نقول عشوائية بلا قانون بلا وزارة، بحق إلا للبلدية لما نقول بحق إلا تزيد بدون ما يطلع لا طبعا مرسوم طبعا ما بحق إلا، ولكن نتفهم البلديات الإجراء اللي عملته. خلينا نحكي إيه معلش نتفهمها بس ما رح نتفهم المسؤول عنها وهو وزير الداخلية طبعاً. والبلديات اللي ما واكه طلع وزير الاتصالات وعلى أضعاف وأضعاف، وزير الطاقة فاتورة الكهرباء أضعاف وأضعاف، ليه ما علوا للبلديات؟ يوم الموازنة ضرب 40 هيك إيه الموازنة اللي هلأ عم ينعمل فيها، وين وزير الداخلية والبلديات؟ معلي صرنا أكتر من مرة داعيين ويكون ضيفنا لحتى نحكي هنا الموضوع ما للأسف بيطلع. ما بنعرف للأسف ما بيطلع. خلينا نحكي عن هالموضوع ونحكي الأمور مثل ما هي لأنه ما بقى بدنا نسكت من بعد ما ننتقل إلى غرفة الأخبار وآخر المستجدات بغزة وجنوب لبنان. أصدقائي المشاهدين والمستمعين من تابعنا نحن وياكم نقطة على الصدر عبر صوت لبنان مع ضيفتنا خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة الدكتورة جوزيفين زغيف. هنا عم نحكي عن الرسوم كلها يعني تقريبا معظمها ارتفع إلا الرسوم البلدية، هل هي يعني في خطة أم نسوة أم نسيين البلديات أم في بالأمر قطبة مخفية؟ يعني اليوم كيف البلدية بدها تنتعش هالسلطة المحلية بدون ما في زيادة رسوم بوقت نزيد على كل شيء، وحتى هلأ بالموازنة كمان عم بينحكى 40 هيك عشوائيا قالوا يا وزير الداخلية وينه بيعمل مؤتمرات صحفية وبيحكي؟ طب ليش نسيين موضوع البلديات؟ يعني السلطة المحلية تتهاوى بلبنان لمصلحة مين؟ يا ريت نسيين، أنا برأيي متنسيين البلدية عن قصد، لأنه البلدية مثل ما قلت هي سلطة إذا كانت فاعلة بتكون سلطة محلية بكل معنى عن جد، يعني على الأرض بتكون بكل معنى الكلمة، لأنه بتدريباتكم وبين هلالين
لبنان منحسن السلطة المحلية بتحسن لبنان طبعا، وهذا شيء أكيد، لأنه كل ما السلطة المحلية منيحة، كل ما السلطة المحلية عم تعطي الخدمات، كل ما المواطن بيبعد شوي عن الزعيم، كل ما المواطن ببطل يلجأ للزعيم لا ياخد خدماته بيخدها ديريكت من الظاهر، بدهم انه يلجأوا للزعمة. هي أول نقطة. فردا على وزير الداخلية اليوم، لأنا يعني للأسف مضطرة أقول أنه لا مسؤول بموضوع البلدية. خلينا نحدد، عم نحكي عن البلدية. لا أنا عم بحكي عن البلدية. اليوم في مسؤولية كتير كبيرة عند وزير الداخلية، لازم تصير بأسرع وقت. واحد، إذا عنا أكتر من 118 بلدية منحلة، كان لازم يدعي، وبالمادة رقم 23 في قانون بيدعي، معك شهرين من بعد ما يوصل لك ملف الاستقالات من نصف زائد واحد من المجالس البلدية، لازم تدعي فورا لانتخابات بهيدي الضيعة أو بهيدي البلدة بهيدي المدينة. بس بيقدر يفصل عن الموضوع الأساسي، ما صارت في انتخابات بلدية يعني، ومددوا للبلديات، بيقلك إذا الانتخابات يعني ما صارت أنا بدي أدعي لانتخابات فرعية. بس هيدي منا حجة، لأنه هيدي قبل 2022، بس نحن عنا استقالات بلديات من 2019 2020 2021، هول كلهم صاروا قبل ما نفوت بآخر انتخابات وتمديد أول انتخابات. فأول 118 بلدية والحبل على الجرار يعني. نحن اليوم البلديات اللي عم تنحل عم بتزيد، في بلديات ما قدمت استقالتها رسميا ولكن ما عم تروح وما عم تجتمع، أكتر من 3 اجتماعات متتالية أعضاء المجالس البلدية ما بيحضروا، يعتبر هذا العضو مستقيل. فمستقيل يعني عنا أكثر من نصف البلديات مستقيلة اليوم عن وجباتها وعن شغلها على الأرض. فأنا بطلب عبر إذاعتكم اليوم أنه يكون في موقف جدي مسؤول وزارة الداخلية، تعلن من هم هول البلديات وتعين لهم أيام للانتخابات تترجع الحياة الاجتماعية والبلدية ترجع على الحياة تنتعش. مستقبل اتصال، مين معنا؟ بونجور. أهلا. بس بدي أذكر بموضوع ضمن الحلقة هيدي، الفساد والبلديات وزارة الداخلية. معكم خبر كلكم من أسبوع، انهار حيط من حيطان نهر بيروت يلي على مقربة من جسر الواطي، شقفة من حيطان نهر بيروت بطول 50 أو 100 متر بارتفاع 5 أمتار وقعت، هي على أساسات أوتوسترات يلي بيجي من الدورة على الشيفروليه. يعني شقفة من الحيطان وقعت، هيدا هي على أساس، على أساسات هالشقفة اللي وقعت على أساس حيط الدعم للأوتوسترات، يعني هذا بشكل خطورة على النهر وعلى الأوتوسترات. بعدين نعم، هي مش وزارة الأشغال، عم نحكي عن وزارة الأشغال مش على البلدية. وزارة الأشغال ما معهم خبر، صار القصة أكتر من جمعة. معلش يعني متوخزنا، لازم يكون معهم خبر. يعني صيانة الطرقات الرئيسية على مسؤولية وزارة الأشغال، نحن عنا الطرق الفرعية هي للبلديات، وهيدا شكرا لك. كمان في عنا اتصال، مين معي؟ نعم، راح الاتصال. على كل حال اليوم نحن عم نحكي عن عجز بالبلديات. نقلنا الصندوق البلدي المستقل بعده عم بيدفعلن على ما دفعلن، وإذا بده يدفعلن عن سنة 2021 على 2005 ما بيعمل شيء. بس في بعض البلديات أنشأت صناديق هيك على جنب لتغذي حالة من متمولين، من مهاجرين، من سعاة خير، بس ما بتدخلهم بميزانيتها. بالقانون بتقدر على كل حال. رح يكون عنا ضيفنا الوزير السابق لحلك شغلي، هول الصناديق اللي انعملوا بالبلديات كمان برجع بقول أتفهم البلديات اللي بدها تعطي الخدمات للمواطنين تبعها. هيدا الصندوق قانوني أكيد، منه قانوني إذا ما بيفوت بحسابات وموازنة، وخاصة هلأ بقانون الشراء الجديد البلديات لازم تصرح على كل موازنتها قبل بوقت وتبلش تجيب عروض أسعار قبل بسنة من هيدا. هيدا الصندوق عم ينعمل بالتعاون مع البلدية، ولكن ليست البلدية التي تنشئ هذا الصندوق، عم يتتعاون مع أبناء البلدة، من ممولين من هذه البلدة، من مغتربين عايشين برا، عم بيمولوا هذا الصندوق، عم بيحطوا له شروط أساسية وبنود شفافة تيقدروا عن جد. هن عم بيحطوا يعني مخص البلدية. لحلك شغلي، كيف يعني هي بتصير بلدية بالقانون؟ لا، عملوا مثل المدارس هيك، عندهم صناديق. البلدية لا، لا صناديق صارت ماشية. للأسف للأسف، لأنه عم نرجع على الحرب وعلى الأيام القديمة، أنه في صناديق وكل صندوق ما بنقدر، ما بيكون شفاف كل صندوق، مين بيحط فيه مين بيشيل منه ما بنعرف. ولكن البلدية اضطرت، لأنه ما عم يجيها مداخيل لا من صندوق ولا حتى من الجباية، والجباية عم تكون بأغلب بلديات لبنان أقل من 50%، وهيدا شيء بنقص في بعض البلديات فقط اللي عم تقدر تجبي أكتر من نص القيمة. لهيدا السبب هيدا الصندوق
ليس قانوني إذا البلدية أنشأته. بلدية شو عم تعمل؟ عم تدعي الممولين، عم تدعي الجمعيات المحلية، هن ينشؤوا تساعدوها، هن ينشؤوا تحت إشراف البلدية تيقدروا يطلعوا من النظام والقانون إذا بدك، لأنه ممنوع بالقانون يكون في هذا القانون. يعني السبب هو الميزانيات اللي ما عادت عم بتكفي البلدية، يعني في كتير من النفقات البلدية مش عم تقدر تدفعها للأسف. كيف إذا انحلت على الخط مباشرة عضو بلدية الجديدة بوشري السيد نزيه يسبك؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو وضعكم يا أستاذ نزيه؟ شو الوضع هلا؟ مستلم القائم مقام والمحافظ، شو وضع البلدة نتيجة الخلافات اللي صارت بهالبلدية؟ لا هذه لا ينطبق، لأنه نحن بالبلدية الموظفين كلهم عم بيشتغلوا عادي. أي الجباية ماشي كتير منيح، بس عنا كان مشكلة صغيرة، هي القرار اللي اتاخد بإضافة 60 مرة على الرسم البلدي لغير السكن. صار في اعتراض من أصحاب المؤسسات التجارية والمحلات، وسعادة المحافظ هو اللي ممولج بقضايا البلدية عم يدرس الموضوع لأخذ القرار المناسب. يعني في خلافات، بس 60 مرة مش رقم كبير؟ انتو يعني هيك طلعتوا لوحدكم بستين مرة؟ ما هيدا مرسوم بيطلع عن وزير الداخلية والبلديات. لا لا مش نحنا، مش نحنا، سعادة المحافظ، لأنه هو المولج بها. بيقدر قانونا سعادة المحافظ في وزير؟ منشان هيك صار في اعتراض، ومنشان هيك وقف هيدا. هلأ أني عم يجبوا السكن إضافة 10 مرات والجباية منيحة، عم يدفعوا الناس يعني؟ عم يدفعوا الناس 10 إضافات. هلأ من بعد هالحلقة ما بعرف إذا رح يضلوا يدفعوا. لا إذا عارفين أنه غير قانونية، إذا عارفين غير قانونية يعني لا في ما بعرف إذا نزعنا لكم نصة يعني. لا لا، الإضافة إضافة إضافة 10 مرات على السكن كلهم عم بيتقبلوها المواطنين. منطقية هي، منطقية. بس معلش يعني إنه ليش ما ليش ما بيصير شيء قانوني؟ ليش بدنا نضلنا نلو فيك تحت القانون وفوق القانون وحد القانون؟ انه ليش ما بيصير؟ وهذا سؤال لك مثل ما صار في بس ضربوا ال1005 وصارت 15000 بمصرف لبنان، وهيدا ال15000 كانت رسميا، لانه مصرف لبنان هو تابع للدوله اللبنانيه. ليه بوقت الدوله اللبنانيه ما قالت وبلغت كل البلديات ببيان خاص للبلديات انه الجباية ستحصل على ضرب؟ هذا الشيء ما صار 10 مرات، وهذا الشيء ما صار، وتركت وزارة الداخلية كل بلدية، انا بعرف بلدية عم تجبي اليوم ضرب 20%، ضرب 20 مرة، سكن شيء وتجارة شيء، مواقع مثل ما بيقولوا مواقع تجارية شيء، هذا ما من لازم يحصل بدولة مثل دولة لبنان، ومفروض على وزارة الداخلية بأسرع وقت قبل موازنة 2024، لأنه نحن هلأ بصدد وضع موازنة 2024 بالبلديات، البلديات رايحة على زيادة ضرب 50 و60 مرة، وهذا شيء غير قانوني. حتى في بلديات بلشت تقبض دولار كمان بالقانون، هيدا لا يجوز. ونرجع منقول نتفهم البلديات، ولكن على وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها، وعلى وزارة الداخلية تحدد قدي لازم نضرب بثمانة بعشرة بعشرين، ولكن يكون في سعر موحد، لأنه المواطنين هن مثل بعضهم، ما في مواطن بسمنة ومواطن بزيت، مواطن بيدفع بالدولار ضرب 20، مواطن بعده عم يدفع ضرب 8 مرات. يعني هيدا عدم المساواة السائدة عضو بلدية الجديد البوشرية السيد نزيه يزبي، كله ماشي ولو انحلت البلدية بإيد القائم مقام والمحافظ، ما هيك؟ بالنسبة لنا نحن أكيد مش عم نبالغ يعني. الموظفين كلهم عم يشتغلوا شغلهم. من يدير؟ فإذا هن تابعين هلا للمحافظ؟ للمحافظ، المحافظ مكلف لجنة برئاسة دائرة المالية، رئيس دائرة المالية. الإفادات بالبلدية كله بيمضيها هو، إلا إفادتين بيمضيهم المحافظ، كل في دراج بيطلع لعنده أسبوعيا وبيمضي هالمعاملات. هلا يعني في عنا المشكلة المهمة هي قصة الشراء، هون المشكلة، يعني هون في تأخير وكيدية. يعني مثلا شراء المحروقات للآليات بتتصل فيه بالبلدية، بيقولوا لك صيانة
الشرطة الحراس معه بدهم محروقات للاليات تبعهم. نعم بدهم لجنة من البلدية. بدهم لجنة من البلدية، لجنة الشراء بدها تكون مؤلفة من ثلاث أشخاص اللي هن عم يشرفوا على شفافية هذا هذه العملية الشرائية، لأنه بلا ما يكون في عندك لجنة عم تشرف، وإلا خلي محافظ واحد يشرف على كل الشغل، وهو يشتري هو يستلم هو يبيع. ما نحن فتنا بهيدي الدوامة، يعني بطل حدا عم بيراقب حدا، وهون بيصير وان مان شو، شخص واحد هو مسيطر، هو اللي بيشتري هو اللي بيحط الأسعار هو اللي بيستلم المحروقات. فمفروض أنا برأيي اليوم تضغطوا على المحافظ تيعملكم انتخابات سريعة تترجع العملية الشأن العام على الطريق المضبوط، لأنه إذا اليوم عنا بلدية لا فيها لجنة شراء ولا لجنة استلام ولا لجنة أشغال، فيها فقط محافظ واحد، واللي حاطتهم عم بيراقبوا هن موظفين وليس عم بيراقبوا حالهم. حلو. عم بيراقبوا حالهم، هن لازم يكون في ناس منتخب. من يجب أن يتدخل لحل هاي الأمر لوضع الأمور بنصابة وتصير الأمور قانونية مثل ما لازم؟ وزارة الداخلية بالأول. الداخلية هي السلطة، هو الحدا لازم يتدخل. نعم نحن مشان هيك عملنا كتاب، وهلأ ني بين اليوم أي ما تعملت كتاب هلأ جديد يعني كتاب؟ لا كتاب بغير هذا الموضوع، كتاب جديد أكيد. نحن مرتين وثلاثة قبلنا سعادة المحافظ وحطيناه بالجو اللي المزري، بس نحن عم نطلب انه من الدولة اجراء انتخابات سريعة. ليش بدهم يربطوا انتخابات البلدية بالوضع العام؟ ما عم بفهم. ما نحن كمان يعني مثلنا شهرين بعد الاستقالات، فقط ماكسيموم شهرين يعني لحدود الشهرين على وزارة الداخلية تعلن انه في انتخابات بهذه البلدية. على كل حال نحن بنشكرك عضو بلدية الجديدة البوشية السد نازي يزغس. ما قلنا ليش الخلافات صارت، يعني هل يعني اليوم بهالبلدية شو صار؟ هل الجبنة هي السبب؟ التقاسم مع عجب البعض؟ كيف وصلت يعني بلدية الجديدة الى هالوضع؟ بس تختصر لي هذا القانون، لانه بس يضل رئيس البلدية 20 سنة كثير يعتبر انه هالبلدية مؤسسته. وقرارات استنسبية ومنفعة شخصية وهيك للأسف يعني. يعني خلافات مادية صفقات شو صارت؟ لا ما في، لا 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 ما في خلافات مادية ولا صفقات. شو في؟ في قرارات استنسبية حاشي حول منه، هن بدهم يستفيدوا من كل الأشغال اللي عم بتصير. وهل مجلس البلدي كان كل عمره مثل الخلية النحل. نعم. في لجان عم تشتغل، في قرارات تتناقش بالمجلس بتتنفس، إلى أن صارت كل هاللجان وصارت كلها قرارات استنسبية ومنفعة شخصية وهي. ومشان هيك تداعوا كل الأحزاب، يعني كل الشباب اللي استقالوا هال 11 واحد كلهم ما رجعوا لمرجعياتهم السياسية عن قناعة استقالوا. نعم. لأنه ما عادش مقبول اللي عم بيصير بالبلدية. وما في انتخابات نعم. على كل حال نحن بنشكرك نزيه يزبك عضو بلدية الجديدة البوشرية السد. رح ننتقل فورا إلى غرفة الأخبار مع آخر المستجدات. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم بموضوع البلديات. عادة يعني سؤال شامل، جديدة كل بلدية بتنحل بدها حلقة، لأن الاتهامات كتيرة وبالآخر بيضيع الموضوع عند القضاء، ما بيوصل إلى لازم يوصل له، بيخسر المواطن وبيخسر المواطن. ليش عم بيصير هالخلافات بهالشكل داخل البلديات اللي عم بتأدي إلى انحلال البلديات بشكل عام؟ يعني طبعا في عناوين كثيرة. لحقلك البلديات تقدر تشتغل مزبوط لازم يكون في مراقبة صارمة من المواطنين بالأول، وإشراك المواطنين بصنع القرار ضمن البلدية، يعني يكون في لجان مشتركة مع أهالي المنطقة والمواطنين والبلدية تيدل في هالمراقبة الداخلية من المواطنين. بس هيدا مش عم بيصير. هيدا بالعادة ما عم بيصير. وتاني نقطة، هيدا بالقانون بيلزمون هالشيء؟ لا ما بيلزمون، ولكن هيدا بعض اقتراحات وزارة الداخلية من أيام ريا الحسن، من أيام دكتور زياد بارود، كان فيها الاقتراح أنه اللجان تكون لجان مشتركة، ونازلة بالقانون انه اللجان فيها تكون مشتركه فقط عضو او عضوين من مجالس البلديه. هول اللجان المشتركه من المواطنين بيصير في مراقبه داخليه بسموها انترنال اوديت اذا بدك،
وفي المراقبة الخارجية اللي لازم وزارة الداخلية تكون عملتها، ويكون عنا اليوم فقط 19 مراقب عام على 1100 بلدية اليوم بلبنان. هول 19 مراقب عام ما بيلحقوا على كل بلديات لبنان، لهيدا السبب مفروض نبلش نزيد المراقبين العامين، ونبلش العلاقة تصير أقوى مع وزارة الداخلية، ويصير في أسبوعيا أو شهريا تواصل بين الاثنين. نحن مش منزهين، نحن عايشين ببلد في سلطة سياسية طبعاً. تتحكم طبعاً. بالانتخابات البلدية صحيح. مش هيك؟ وبتوضع إيدها على البلدية وبتسيرها مثل ما بدها، مش التوك ببلش منه؟ صحيح، يعني في فمي ما مثل ما بيقولوا. لا بدنا نحكي الأمور مثل ما هي. لحقلك السلطة المحلية اليوم مفروض تكون سلطة مستقلة كليا عن أي أحزاب سياسية وعن الألو من أي قاضي من أي وزير من أي نايب، تعن جد تقدر هذه البلدية تقدر تعطي الخدمات لكل المواطنين بطريقة متساوية. إذا هذا هذه البلدية فيها كل الأحزاب هذا شيء جيد، أنا ما بلاقيها شيء عاطل، ولكن على البلدية تقدر توفق بين الكل وتمشي بالقانون وتعطي الخدمات بطريقة متساوية. رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك المهندس علي شكر، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. يا هلا فيك وبجميع المستمعين. شو وضعكم؟ شو وضع البلديات اليوم بالبقاع وخصوصا بعلبك الهرمل؟ هلا وضع البلديات بالبقاع مثل كل المناطق او اغلب المناطق بلبنان منا باحسن حال، وعم يدفعوا ثمن سياسه الانماء اللي موجوده بعهود طويله، وهلا الثمن كان كتير غالي. نعم الثمن غالي، يعني شو وضعكم اليوم؟ في بلديات منهاره، في بلديات مش قادره تكمل، في بلديات تساعد من احزاب من سلطه سياسيه مثلا. اذا بدنا نقول انه اذا بعد في بلديات حاليا عم تقدر تستمر بالاعمال اللي هي بالحد الادنى، عم نحكي بعدها موجودة عم تكون عم تقوم بالأعمال المطلوبة بنتيجة مساعدات إن كان من أحزاب أو جمعيات أو هيئات، لأنه الموازنات من صندوق البلدي المستقل خاصة بمناطق الأطراف ما عاد تكفي لموظفين. يعني مش أكثر. شو يعني مساعدة أحزاب؟ يعني مساعدة أحزاب يعني بيكون هي إلى الكلمة الفصل بالبلدية، مش هيدا كمان يعني ما بيعطي هامش تحرك مثل ما لازم للبلديات؟ خلينا نقول بهذا الموضوع عم يكون المساعدات يعني بأغلب الأحيان ما بتنرفض من أي حدا، يعني الهدف من هاي المساعدة هو مساعدة بالعمل العام. نعم. يعني ما في بلدية عم تكون بتتقدم لها مساعدة من جهة أو من هيئة بغرض المساعدة بتخطي هذا الواقع عم تكون مرفوضة. يعني هذه المساعدات اسمها غير مشروطة؟ غير مشروطة أكيد. أكيد. والمجلس البلدي كله عم بيوافق على الهبة اللي عم تتقدم؟ نحن بالقليلة بمنطقة بعلبك الهرمين في جمعية العمل البلدي عم تكون بشكل رئيسي عم تساعد بهذا الموضوع، خاصة بموضوع الخاص بتماس مباشر مع الناس. يعني عم نحكي موضوع المي، مي الشرب، عم نحكي النفايات، عم نحكي موظفين خاصة بهذا الظرف. نحن بموسم شتاء في عندك موظفين بحاجة لتدفئة، في عندك مراكز بحاجة أن تكون كرمال مراجعات المواطنين يكون فيها تدفئة، فهي هي النقاط الرئيسية أو المفاصل الرئيسية اللي عم يكون فيها هذا الموضوع. نعم اليوم شو التداعيات على خدمات المواطنين؟ هالمساعدة عم تعمل فرق يعني عند المواطنين؟ خلينا نقول بالقليلة عم تخلي المرفق العام يضل مستمر، هذا هو الهدف الأساسي. يعني نفايات، كهرباء، طرقات، إماء، ماي. والدليل أنه نحن بمناطق بعلبك الهرمين خلينا نقول مقطعين بموضوع النفايات، بالوقت اللي بمناطق تانية عم بيكون هذا الموضوع كتير ضاغط وعم بيكون دايما عم بيكون بانحدار. نحن بعدنا محافظين على مستوى خلينا نقول مقبول. رئيس الجباية تبعكم قديش عم بتكون؟ يعني في جباية عالية؟ لأنه عم نسمع أنه ببعلبك الجباية عم تكون كتير واطية، الناس ما عم تدفع. يعني هيدا أنه عم بتحصلوا جبايات الناس عم تدفع؟ أنا بدنا نفرق أي أنواع من الجبايات، إذا جبايات خاصة بالمي أو خاصة بالبلديات أو بالكهرباء. لا على القيمة التأجيرية عم نحكي نحن. على القيمة التأجيرية خلينا نقول بهذا الموضوع قبل الأزمة الاقتصادية
تقريبا خلينا نقول بالبلديات الكبرى اللي في عندها وصل الموضوع ل 70% و80% ببعض الاماكن. للاسف للاسف انه نحن بالمناطق الاطراف وعلبك الهرمين هي من الاطراف اعتماد المواطنين هي على وظائف الدوله او الاسلاك السلك الامني او بهالمجال هذا. لما القيمة الشرائية للمواطن صارت متدنية، عم بحكي القيمة النقدية تبع المعاشات أو المستحقات اللي عم تكون، هذا عم ينعكس على أنه يكون الجباية عم تتأثر بهذا الموضوع، خاصة أنه المكلفين اللي موجودين هن الأغلبية من هالفئة. الرئيس انتوا زدتوا يعني سوري انا عم معلش معلش انا عندك الملمه بموضوع البلديات الجبايه يعني نحن كنا مثلا نستوفي 100,000 على كل شقه، اليوم قد ايه عملتوها؟ ضرب 8 ضرب 20؟ هذا سؤال شوفي. مشروع بس لانه بس بكل منطقه عم بتحط رقم بهذا النقطه حقيقه الموضوع عم بيكون اجتهاد، كل مجلس بلدي بهذا الموضوع عم بيكون عنده اجتهاد حسب المعطيات اللي موجوده ببلديته. في بعض البلديات من السنه الماضيه رفعت 4 أضعاف، في بعض البلديات رجعت السنه كمان رفعت الموضوع. ما في معيار، يعني مثلا في مناطق من لبنان وصلوا لفوق 60 مرة. فبهذا الموضوع خلينا نستعمل عبارة ما بعرف قد تطلع مزبوطة، كل واحد عم يفتي من عنده. هيدا الشيء غير قانوني وغير مسموح. خليني أوضح هالنقطة. نعم. نحن رجعنا مرجع قانوني بهذا الموضوع. في بعض البلديات عم تكون مستندة لرأي بديوان المحاسبة بيقول إنه البلدية كمجلس بلدي بحق له انه يفرض الجبايه بالرقم اللي هو بلاقيه مناسب. في راي ثاني يعني ما كان هذا الموضوع كان ببلديه بعتقد يمكن ببلديه جديده هي تحت اداره المحافظ رفض هذا الموضوع. نعم يعني انتم بلد كل فينا نقول كل بلديه فتح حسابها. هلا ما في انا اقول هاي العباره، بدنا نقول كل بلديه عم هلا ما تجملها. هلا انا دوري بهذا الموضوع انه اقول انه كل بلديه عم بيكون عندها اجتهاد، ومفترض انه مجلس شورى الدوله او ديوان المحاسبه اللي هن معنيين بهذا الموضوع يبتوا، لانه المواطن عم بيكون بحيره من امره. تصوري انه في بلديات من لبنان عم تكون متقاربه من بعضها عقاريا، عم بيكون المكلف عم يدفع بكل منطقة رقم مختلف، ومرات عم بيكون مضاعف عن رقم الثاني. هون الخطأ اللي كتير كبير. رئيس منعرف شغلك ومنعرف قديش عم بتجربه، ولكن اليوم هيدا الشيء ما بيصير. لازم نحنا كبلديات لبنان نضغط على وزارة الداخلية تثبت قبل موازنة 2024 خاصة بقانون شراء. طب شو بيقدر يعمل لوحده دكتورة جوزيفين؟ هيدا لا مش نضغط، هو وزير الداخلية هو لازم يطلع المراسيم يعني المعقولة انه لازم يدفعوها المواطنين عن القيمة التأجيرية وغيرها. يعني ليش بدهم يضغطوا البلديات انه ماشي حالهم وكل وحدة عم تاخد يعني اللي بدها اياه؟ فاذا شو بده ضغط وزير الداخلية ولا بده هو لازم يتصرف ويطلع المراسيم المطلوبة؟ وليش بدنا نروح على ديوان المحاسبة وعلى مجلس شورى الدولة؟ في اكثر من قرار يطلع عن وزير الداخلية ويوضع نقطة على السطر بهالموضوع. جاوبني على هالسؤال قبل ما ننهي. بس حتى بهذه النقطة بالتحديد، المجلس البلدي أو كل بلدية بمنطقتها هي دولة قائمة بحد ذاتها. نعم نعرف هالشيء، بس أنتوا تحت سلطة وزارة الداخلية والبلدية. هو وزير وصاية بهالموضوع. نعم. ما فينا نجي ننكر أنه البلدية هي سلطة محلية، وخاصة إذا كنا عم نحكي بتطوير العمل البلدي، لأنه البلديات عم بيكون بهذا الموضوع بمطاري عم يتاخد كتير من صلاحياتها، سواء كان عن طريق الوصاية أو غير وصاية. إيه بس معليش ما في قانون. يعني اليوم ننط على القانون ومنقول إنه كمان بهذا الموضوع صار الموضوع فضفاض شوي، لأنه مثل البلديات مثل أي مؤسسات عامة عم بيكون موضوع الاجتهاد بالجباية أو بالضرائب عم بيكون اجتهاد. يعني نحن بلشنا بالبلدية قبل ما نبتها رسميا، سو بلشنا انه البلدية تستقل عن. ما عاد عندنا وقت كثير، خلينا ننهي معك تفضل. بس اذا بنرجع للقانون بيقول انه الضريبة لا تقر الا بقانون. ايه وهذا مش عم يتطبق بغالب. ايه بس مش عم يتطبق مش معناه نطفئ القانون. ايه 100% 100% انا متفق معك بهذا الموضوع، ولكن بعتقد انه ضروري انه ينحط
بهذا الموضوع معيار لحتى ما تضل المواضيع. مشان هيك التوجه اليوم إلى وزير الداخلية والبلديات. بدنا نكتفي بهالقدر. شكرا لك رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك المهندس علي شكر. رح تنضم لنا السيدة ريتا خليل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. سؤال، شو تداعيات لما بتنحل بلدية على المواطنين أو البلدية اللي ما بتقوم بأعمالها المطلوبة منها إنمائيا وخدماتيا وصحيا وبيئيا على المواطنين؟ سؤال واحد وعملي معروف بتعطينا جواب عليه. هي أهم دور من أدوار البلدية هو الدور الإنمائي. البلدية وجبتها تقدم مشاريع إنمائية على صعيد الزراعة، السياحة، البنى التحتية والاستياف، كل هولي واجباتها للبلدية. ولما البلدية تغيب وتنحل كل هالفرص الإنمائية بتخسرها البلدة، وبتوقف كل الأعمال اللي ممكن تنمي وتفيد البلدة، وبتختصر كل أعمال البلدية بالقائم مقام اللي دوره إداري بحت، يعني دفع الرواتب وما إليه. حتى لو استوفى الضرائب بفوتوا على خزينة البلدية وما بتكون لأي تصريف أعمال تعود بأي إفادة للبلدة. كما أن وجود البلدية بتساعد بحل الأمور الطارئة، يعني قائم مقام منه على تماس مع متطلبات البلدة، ما بيقدر يشوف كل بلدة شو هي. القضاء كبير وعنده مسؤوليات كبيرة. انحلال البلدية يعني وقف كل المشاريع اللي ممكن تفيدها للبلدة. كما أنه موارد البلدية أوقات ما بتكفي، خاصة بظل هالأزمة الاقتصادية اللي قلنا نحن حوالي الأربع سنين عم نمر فيها. مشان هيك وجود رئيس وأعضاء للبلدية بيتحركوا وبيجيبوا تمويل وبيستقطبوا هبات كمان. في ناس ما قدرت تعالج، في ناس وقفت فقدت وظائفها. البلدية دورة توقف حد الناس بهيك أيام صعبة. غياب البلدية البلدة بتخسر كل هالأشياء اللي عدت لك إياها. القائم مقام ومشكور دايما يعني، معلش انا تشكرات ما بحب الحلقه لانه هيدا واجباته وقال واجباته لازم يعملوه. على كل حال نحن بدنا نشكرك ريتا خليل، يعني اعطيتينا لانه المواطن كمان لازم يقول كلمته بهالقلقه. شكرا لك. هلا رح ننتقل الى غرفه الاخبار مع اخر المستجدات ومنتابع مع ضيفتنا اليوم الدكتوره جوزيفين زغيب خبيره بالتنميه المحليه والحوكمه. أصدقائي المشاهدين ومستمعين، بتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان مع خبيرة بالتنمية المحلية والحوكمة الدكتورة جوزيفين زغيب. هل نحن عنا عدد فائض من البلدية؟ ما بدها هالقد القصة، لازم إنه يكون في عدد بلديات محدود وتشتغل مثل ما لازم. حطيت الأصبع على الوجع 100%. اليوم ببلد صغير مثل لبنان 10452، وحتى لهلأ ما بنعرف المساحة تبعه، بس أنه لا يتخطى إذا بدك 10000 كيلومتر. 10000 كيلومتر بأربعة مليون نسمة. أوكي أكيد عنا بعض اللجوء وبعد بعض الناس اللي موجودة على الأرض، ولكن لحقول 6 مليون نسمة. 6 مليون نسمة على 1100 بلدية، أكتر من فرنسا كلها على بعضها. ضروري اليوم كل 4-5 بلديات عند اليوم عنا بلديات عندها موظف واحد وما عم يجي، فهول البلديات بدها تجمع بعضها، تجمع مواردها، القوة تبعها، إراداتها، ويكونوا مع بعضهم ببلدية واحدة. لبنان يتحمل ماكسيموم 300 بلدية، و300 بلدية بدها تتقسم بكل أقضية لبنان. ما معقولة بقضاء مثل كسروان عنا 57 بلدية، عندك أكثر من النصف ما عم يجتمعوا ولا مرة، ما عم يجوا على الجلسات، ما عم يطلعوا على المجالس البلدية. شرطة واحد بحيلهم بالقانون لو كان الوضع المادي المزري يجتمعوا كل البلديات مع بعض. طبعا بحيلهم، مشان هيك الاتحادات. مش قصدي بحيلهم ما يجتمعوا ويسيروا أمور البلد طبعاً، لا. رغم كل الوضع بدون الحجة هي بالنالية، ما في أموال، ما في موزنات. يجتمع المجلس البلدية مرة كل شهر، كل 3 غيابات من مجالس من عضو مجلس البلدية بيطعن بعضويته. الوزير البلديات طبعا الوزير الداخلية السابق، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كيف تنوال؟ صباح خير لك ولصديقة جوزيفين ولكل اللي عم يسمعونا. يعني وين القانون أو وين البلديات من تطبيق القانون، ووين وزارة الداخلية والبلديات من تطبيق قانون البلديات؟ أنا كنت عم بسمع شوي اللي قالته جوزيفين وأنا معها بموضوع عدد البلديات الكبير يلي ببلد مثل الأردن يلي أضعاف مساحته مساحة لبنان، كانوا عندهم 240 بلدية نزلوا هلأ لتحت 100، لأنه توحيد البلديات أو تجميعها
هدفه تعزيز الانماء، لانه بالاخر تحولت البلديات بلبنان يعني شوي صارت من قبيل انه واحد عمل مصاري بده يعمل رئيس بلديه، مش عم بعمم بس انه في كثير من الحالات شفنا بلديات صغيره ما قدرت تنتج، ما قدرت يكون عندها مدخول كافي. قبل ال 97 قبل ما يعدلوا القانون بال 97 كان في شروط لانشاء بلديه، يعني وزير الداخليه ما كان عنده سلطه استنسابيه ينشئ مثل ما بيريد، كان عنده شروط حد ادنى من المداخيل وحد ادنى من عدد السكان. اليوم من بعد 97 ما عاد في ولا شرط، مش هيك طلعنا لحوالي ال 1100 بلديه اليوم، اللي هو رقم يعني مبالغ فيه كثير، ما بجوز يكون هالقد. الموضوع دائما موضوع القانون يستعمل لمطرح ثاني، يعني يا ريت كل القوانين تتطبق مثل ما لازم تتطبق، ويا ريت كل القوانين تنعمل على قياس مصلحه البلد مش على قياس زبائنية معينة، وعلى قياس يعني نوع من التدخل السياسي خليني أقول بالسلطات المحلية. فالمشكلة هون بعتقد بلشي البلديات عندنا هي خلية أساسية لازم نحافظ عليها. البلديات عندها دور هائل على المستوى التنمية المحلية، البلديات هي تمثيل مباشر، خلينا نحكي كمان بالحالة الديمقراطية السياسية المباشرة، البلديات هي أقرب فيه للناس، وبالتالي لازم نحافظ عليها، ما لازم نخلي هالتجربة تتراجع. هي تجربة نجحت بحدود كبيرة، خلينا نتذكر أنه بكوفيد خلال كورونا البلديات لعبت دور أساسي مع وزارة الصحة ومع غير إدارات رسمية، يعني ما كانوا قادرين يكونوا محليا بقدر ما البلدية قدرت تكون محليا. وجوزيفين تعرف لأنه هي عضو بلدية تعرف تمام قدي البلدية فيها تكون مساهم أساسي، وفيها اذا انعطت الامكانيات مش صلاحيات، لانه صلاحياتها هايله. اذا بنطلع على قانون البلديات صلاحيات رئيس البلديه يعني حاكم بامره على المستوى المحلي، والمجلس البلدي كمان عنده صلاحيات كبيره، ولكن المشكله دائما هي بالامكانيات الماليه. ايه بس اليوم بحجه الامكانيات الماليه معالي الوزير، بحجه الامكانيات الماليه ما بنحضر وما بنطبق القوانين وبنعمل صناديق ومثلا. لا نوال ابدا ابدا ما عم بري، بس انا عم بقول بالمطلق في للازمه الحاليه، عم بحكي قبل الازمه قبل 2019 البلديات مش كل لانه عددها كبير وفي بلديات صغرى ما قادره تعين اكثر من شرطي بلدي، ما قادره تعمل الشغل الهائل اللي فيها تعمله، مشان هيك عم بقول صلاحيات ممتازه مش بحاجه لصلاحيات اضافيه. نعم. نعم. بس اكيد بحاجه لوالدات اضافيه تتعزز هالبلديات بانه تقدر تشتغل. بعد الازمه الوضع اسوء، علما انه هلا زياده الرسوم والعلاوات البلديه كمان طارح اشكاليه، لانه الدوله العليه ما بدها كانت تعطي يعني تعمل دوره بانه تضبط هذا الموضوع. في بلديات زادت 10 اضعاف، بلديات 20، بلديات 40، بس ما بيحق لنا بالقانون. مين بيقول كيف؟ في راي لديوان المحاسبه بده واحد يرجع له، بس كمان حتى راي ديوان المحاسبه ما بعتقد بيقدر انه يعدل القانون. في عندنا قانون الرسوم والعلاوات البلديه من سنه 88، هيدا قانون ما فينا نتخطى، ما فينا ما نطلع عليه، واليوم عامل إشكالية، ناس بتدفع ناس ما بتدفع. على كل حال بتسألي البلديات بيقولوا لك نسبة الجباية تبنت، يعني زدنا الرسوم بس نسبة الناس اللي عم تدفع صارت أقل بكتير. فشو عم نعمل؟ هيدا الموضوع بحاجة لتدخل تشريعي، هيدا ما فينا نتركه كل بلدية. شو دور وزير الداخلية والبلديات؟ خليني اقول لك انه وهي قناعة عندي انه ما لازم تكون وزارة داخلية وزارة وصاية على البلديات. على كل حال قانون البلديات لا قانون البلديات من 77 يعتبر وزارة الداخلية سلطة رقابة مش سلطة وصاية، وهذا خطأ شائع. بنفكر انه البلديات تابعة للداخلية، ابدا، البلديات سلطات محلية منتخبة وعندها استقلال مالي وإداري كثير كبير بالقانون على الأقل. فوزارة الداخلية عندها سلطة رقابة ما عندها سلطة وصاية. من يجب أن يتدخل لضبط الرسوم المتفاوتة؟ مجلس النواب، هيدا موضوع بحاجة لتشريع. بال 77 من بعد الأزمة تدخل مجلس النواب، عالج موضوع الإيجارات، عمل قوانين خاصة، عمل نحن ما فينا نترك كل بلدية هي تستنسب قد ايه بدها تزيد رسوم، لأنه هذا في تداعيات على المواطنين. طبعا بعدين ما في مساواة بالاخر، انه ليش في بلديات بدها تزيد، بلديات لا، بلديات 40 ضعف على بس ناسيين على الموضوع النواب التشريع ناسيين هلا بحجه انه علما انه اسمحي لي اقول لك البلديات ما بتقدر دائما انه عم تزيد لان ما فيها بقى تشتغل بالرسوم. عم بيعملوا صناديق يعني ما بهم شيء، بيعملوا صناديق ما مش كلهم. البلديات اللي كانت تقبض بالسنه من البيت 300,000 ليره كانوا يعملوا $200. ليه ما عملنا انتخابات بلديه 4 دولار
ما عملنا لانه بعتقد السلطه السياسيه بالاخر دائما بتفضل ما تعمل انتخابات ان كان نيابيه ولا بلديه. تخليك شو صار من 67 لل 98 ما التغيت الانتخابات البلديه وكانت تتاجل. شو كان في بال 67؟ اجلوها قبل حرب الستين، اجلوها قبل ما تكون في النكسه، وظلوا ياجلوا فيها لل 98 لوقت ما صار في طعن امام المجلس الدستوري بال 97 واجبرهم انه يعملوا انتخابات. نعم. السلطه ما بتحب الانتخابات بصراحه. وبموضوع البلديات هي حاله محليه كثير قويه، وممكن انه يكون عندها صوت مختلف عن الاصوات التقليديه اللي بتعرف. هي مقصوده عدم اجراء الانتخابات؟ يعني في مؤامره يعني بهالقصه ام فعلا لوجستيا وماليا مثل ما بيحدثوا؟ ما بحب نظريه المؤامره ماليا. الموضوع يعني هيدي تمن تاجيل الديمقراطيه المحليه اكبر بكثير من اي كلفه بدها تنعمل على البلديات. لا، الموضوع ما بيجوز يكون مالي. هذا استحقاق اساسي، هذا استحقاق قانوني، هذا حق للناس. الوكاله الشعبيه اللي انعطيت انتهت، ما بيقدر مجلس النواب يضل يمددها على ذوقه مثل ما بيريد. والحجج برايي ساقطه، هيدي كلها حجج لتجنب انتخابات قد تاتي بما لا يعجب السلطه احيانا. هي من الاخر يعني عندك دكتور جوزيفين جيسو، عذرا يعني عم بكون كثير صريح. الحل اليوم يعني انا دائما من بنحكي بالمشاكل، والمشاكل كثير كبيره، شو الحل؟ مضبوط، الالف بلديه رقم كثير كبير، ولكن اليوم ما رح نقدر ناثرهم بوجود مجلس نواب ما عم بيشرع، بكل بوجود عدم وجود اذا بدنا نقول رئيس جمهوريه. اليوم الحل منفوت على نظام جديد، من كلنا سوا منشجع اللامركزيه ونبلش نشتغل على نقاطها تتبلش البلديه ترتاح وتكون عن جد سلطه مستقله عن الحكومه. لانه اليوم بدنا وزاره الداخليه تتدخل، بنفس الوقت بنقول لا، هي سلطه يعني فيها البلديه تضرب ضرب 60 وتوجع المواطنين بالجبايه تبعها، وبنفس الوقت بنقول وين وزاره الداخليه. ففي عنا دائما مشكل، وضعنا نقطه على السطر فيه. ايه شو بدنا كثير هيني كثير بعتقد بالنقطه، ومعكم حق نفتش على حلول مش بس على الاضاءه على المشاكل. ايه شو الحل؟ في شيء على المدى البعيد، في شيء على المدى القريب. على المدى البعيد، النهار اللي مجلس النواب بيرجع يشرع، مجلس النواب ما بيقدر ما يشوف انه في ازمه كبيره على مستوى الرسوم، لازم هو يتدخل ويحدد اي اضعاف، اي زياده بدها تكون على الرسوم البلديه. هي على المدى البعيد. على المدى القريب كل مواطن بيشعر انه هو عنده غبن بلاحق فيه بالزياده اللي طرقت على بيته او على محله، بيقدر يراجع فيه وسائل قضائيه للمراجعه. لازم يعملها، لازم نتعود انه نروح على القضاء وقت اللي فيه مشكله من هذا النوع. ثلاثه، على المدى القريب كمان، نعم وزاره الداخليه عندها دور، بس عم برجع ركز على دور الرقابه مش دور الوصائي، لانه الموضوع اللامركزيه مثل ما دكتور جوزيفين عم بتقول، اللامركزيه موجوده اليوم بالبلديه. نحن وقت عم نطرح اللامركزيه الموسعه هي على مستوى مجالس أقضي، وهيدي ما رح تحل مشكلة البلديات، لأنه كنا حريصين وقت عملنا القانون أنه مش لأنه عم نعمل قانون جديد ولا مركزية موسعة منلغي دور البلديات أو منخلي صلاحياتها تكون أقل أو وارداتها أقل. كنا حريصين أنه تضل البلديات عندها ذات صلاحيات وذات الواردات، لبل تعزز الواردات. نعم. عشان هيك على المدى البعيد كمان بالتشريع نحن بحاجة لإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة. نقطة على السطر. شكرا لك اليوم ضيفنا وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود. عنا اتصال ميخدو سوا، مين معي؟ ألو، مرحبا. مرحبتين. نصري بيلان معك. أهلا وسهلا فيك، تفضل. بس كنت عم بسمع أستاذ زياد. أنا بالنسبة للاعتراض على الرسوم، أو الشغلة حبولها، نحن قدمنا اعتراض بمجلس شورى الدولة صار له أكثر من سنة وبعد لهلأ ما طلعت النتيجة. يعني مراجعة القضاء بهالأيام، إذا مجلس شورى الدولي سنة بعد ما أخذ قرار فيه، فكيف المواطن بده يروح على لجان الاعتراض؟ بده يتعذب وما في، ما راح يكون في نتيجة. هيدي بس حبيت أشير لها. هلا بالنسبة للمشاكل اللي عم تمرق فيها البلديات، هي المشاكل أساسا مشاكل مالية طبعا، بس في عندك في بلديات مشكلتها إنه فيها كتير مصاري بس فيها هدر وسرقات. مثل مين؟ رح أقولها بكل صراحة، مثل بلدية ظهر الصوان. بلدية ظهر الصوان أول شيء زادت الرسوم سنة الماضية والسنة. زادت أكثر من 60 مرة، يعني اللي هو فرق الدولار على اللبناني من 1005 ل 80 ألف 90 ألف.
وعندها كمان عندها موتورات، عندها شركة كهرباء، يعني استلمت هي هيدي البلدية استلمت شركة كهرباء بتعطي كهرباء للناس. نعم. الشيف الدفار تبعها بيكون بين 50 مليار و60 مليار بالسنة، يعني هيدا لازم يعطيها مارج ربح بين 20 و25% مينيموم حسب سعر وزارة الطاقة، يعني عم نحكي بعشرة مليار. وفي بس في ملف قضائي مثل ما بعرف أنا موجود. لا. وين صار؟ رح أوصلك لهذا. أي ما عنا وقت كتير بدك تختصر. تفضل. أوكي، في 20 مليار يعني عندها البلدية مصاري 20 مليار هودي بتقدر تشتغل فيه وتعمل فيه مشاريع. لمبة ما بتضوي، إذا احترقت لمبة ما بتغيرها. نعم. مراية ما بتركب، ما في خدمات أبدا، صفر. نحن رحنا أول شيء على النيابة العامة المالية. إيه بس قلنا من الأخير مش من الأول. وصلتوا لوين بالملف القضائي؟ تفضل. طلع تقرير من ديوان المحاسبة يؤكد إنه رئيس البلدية جوزيف غبريل مرتكب مخالفات إدارية ومالية وجزائية. بعد شو رح يصير؟ نعم. بعد شو رح يصير؟ طلع القرار وبعدين شو بيصير؟ طلع القرار تحول عند النيابة العامة المالية. نعم. النيابة العامة المالية الملف عندها يحو أكثر من شهر بعد ما تخرجت. نعم. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. هذا وضع المجالس البلدية للأسف التهمين. يعني اللي عم نسمعه كتير هيك محزن وما بيعطيك أمل لقدام، إنه حتى لو اشتكيت عند القضاء، القضاء بحولها لمحل محل وبتوقف، والمواطن بالآخر هو شو الحل؟ أنا برأيي اليوم الحل المواطن هو بده يعمل شغله. أكيد مجلس النواب لازم ياخد قرار سريع ويعملنا قانون، وهيدا القانون يكون موافق عليه من البلديات، وتبلش البلديات تطبقه قبل موازنة 2024. بعد معنا فقط 20 يوم أنه المجلس النيابي يبت بهذا القانون سريعا سريعا سريعا، تما يكون في ناس عم تضرب ب20 وب30 وب40 وهلأ عم نسمع ب60. هيدا أول قرار لازم يصير سريعا. تاني شيء المواطن بده يقرب من بلدته ويبلش يراقبها من جوا، يشارك بلديته ويبلش يشارك باللجان أساسا. ثلاثة، على رئيس البلدية يفرض على مجلس البلدي تبعه يجتمع شهريا، واللي منه مجتمع بده يبعث ملف ويقول انه هيدا مستقيل. يعني ما بقى نمشي بالروتين انه في بلديات ما عم تجتمع لانه بس معلش في عندك عجز مالي، وشو ما بيعمل عجز إداري؟ العجز المالي بيعمل عجز إداري، ولكن إذا في مجلس منتخب من الناس بده يطبق النظام تبعه، بده يطبق القانون تبعه. نقطة على السطر. نقطة على السطر. شكرا لك خبيرة بالتنمية المحلية والحكمية دكتورة جوزيفين زغيب. انتهت حلقتنا، إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة.